أهلا بكم مشاهدينا. لازل حلقة من لبنان اليوم بين انفجار المرفأ في 4 آب من العام الماضي وانفجار خزان البنزين في بلدة تلال العكارية 376 يوما، وكأنه كتب على اللبنانيين أن يسيروا في طريق الزلزلة بانتظار الفرج وجلاء الغمامة السوداء التي تخيم فوق لبنان واللبنانيين. فجاعة تلال وما قبلها من مآس وحوادث ستدفع الممسكين بالقرار إلى حزم أمرهم والعمل ليل نهار من أجل ولادة الحكومة، أم أن هذه الكارثة كما غيرها ستنضم إلى سلسلة الحوادث والكوارث التي حلت بلبنان وأصبحت طي النسيان. عن هذه الفاجعة وملفات أخرى نسأل ضيفنا الناشط السياسي والعضو المؤسس في سادر فورم شكري مكرزل. أهلا وسهلا فيك أستاذ شكري. أهلا وسهلا فيك أستاذ. طبعا رح نبلش يعني حوارنا معك مع هذه الفاجعة التي حلت بعكار، إنما خلينا نطلع أيضا على الأجواء هناك مع زميلنا منذر المرعبي. منذر. نعم سهراء. يعطيك العافية منذر وتعزينا إليك كمان مرة جديدة. كيف هي الأجواء اليوم في بلدة تلال والبلدات والكرة العكارية بعدما لملمت يعني أشلاء وضحاياها جراء انفجار البنزين في بلدة تلال؟ نعم عكار، يعني عكار اليوم في اليوم الثاني للمجزرة الإنسانية، الكارثة الإنسانية التي ألمت بالمنطقة وتحديدا في بلدة تليل إسرى، انفجار خزان من البنزين وذهب ضحيته العشرات بين شهداء وبين مفقودين حتى الساعة وبين جرحى أو مصابين في مختلف مستشفيات المنطقة. اليوم سهى يعني يعمل اللقاء الروحي في عكار الذي يضم فعاليات دينية مختلف الطوائف على جولة قاموا بها منذ ساعات الصباح على ذوي الضحايا في إطار تطيب الخواطر والتجديد أيضا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وأيضا هناك مطالبات بتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي واعتبار من قضى في هذا الانفجار الآثم هو شهيد وعلى الدولة أن تهتم به وبعائلته. إليك سهى، بعض أسماء الشهداء التي وصلتني الآن في بلدة الدوسي الشهيد خالد معين الشريطح، الشهيد جلال معين الشريطح أشقاء، والشهيد حسين عادل الشريطح، والشهيد فاضل عادل الشريطح وأيضا أشقاء. يعني بلدة الدوسي نكبت نكبة كبيرة، كما هو الحال أيضا ببلدة الكويخاط الشهيد خالد أحمد حويك، الشهيد علي حالي حسين حويك، بالإضافة إلى الشهيد إبراهيم حسن حويك، وهم أيضا من عائلة واحدة، بالإضافة إلى الشهيد محمد بن خضر من الكويسرة وبلدة تليل، الشهيد أحمد إسماعيل الحسين والشهيد محمد إسماعيل الحسين. إليك سهى أيضا، يعني عدد المصابين هن حاليا الأكثرية موجودين بمستشفى السلام في طرابلس، هذه المستشفى المختصة بمعالجة الحروق وخصوصا الحروق البالغة، ومنهم من غادر لبنان إثر مساعدات أتت ربما من الدولة التركية أو ربما أيضا من مصر. أما المفقودين حتى الساعة لم يعرف مصيرهم حتى الآن، هم علي عيسى الوعري، وليد مصطفى كوجا، عامر محمد مصطفى، أحمد محمد برعي، أحمد سعد الدين، سعد الله نعمان، شعبان عز الدين، وفادي غازي. للأسف منذ بعض الوقت سهى عثر على الأجسام متفحمة في الساحة الخارجية لمكان الانفجار وتم نقلها إلى مستشفيات المنطقة. الأهالي هنا في عكار، أهالي الضحايا بانتظار يعني معرفة فحوصات الدي إن إي لتحديد هوية أبنائهم، وحتى الساعة لم يتحدد الدفن، وهناك من يقول هناك سيكون للجسامين جميعا دفنا جماعيا. منذر، يعني سيكون هناك دفن جماعي للضحايا؟ هنا في هنا مطالبات حاليا سهى، أنا أكلمك من بلدة تليل وتحديدا من مركز اتحاد بلديات التريف الغربي، حيث اجتماع يضم في هذه الأثناء الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي حضر مع فعاليات دينية في عكار مع الفعاليات البلدية، ويعني عدد من القرى والبلديات التي هي معنية مباشرة
بموضوع الانفجار. الجميع هنا لديه مطالب عديدة، ولكن يطالبون أيضا بأن يكون هناك دفنا جماعيا، أو على الأقل يعني استقبال الجثمين جميعهم عند نقطة معينة في عكار ليتم التشييع، ومن ثم يوزعون على قراهم وبلداتهم. ولكن سها يعني المفجع والمبكي، عكار مصابة وعكار مشروعة وعكار موجوعة أيضا، واليوم نحن ثاني يوم على هول الكارثة، المنطقة كلها بحداد. ولكن للأسف الشديد أنه ما نزال نعاني من نقص حازم بمواد المحروقات، وحتى الساعة الأهالي لم يستطيعوا أن يعبئوا بضعة لترات من البنزين للوصول إلى المستشفيات. يعني وكأنه يعني هنا عتب كبير على المسؤولين من قبل الأهالي، رفعوا الصوت وكأنه ما في شيء حصل بهالمنطقة، ولا كأنه في شهداء. يعني أصبح العدد لحتى الساعة حوالي 29، وبالإضافة إلى المفقودين والجرحى، والمنطقة خالية من المحروقات، لا تيار كهربائي، لا إنترنت، لا بنزين، لا مازوت، حتى على الأفران هناك أزمة حادة. يعني كان يعني بحسب كلامك مزر، كان من المفروض أن يكون هناك يعني بعد هذه يعني الكارثة لفتة، ولو يعني لفتة إنسانية لعكار، وتأمين أقل يعني كمية من المحروقات. نعم، نحن اليوم بكارثة إنسانية على الأقل، يعني يجب أن يكون هنا في المنطقة على الأقل شهرين أو أكثر من البنزين، من المازوت. يعني أهالي الضحايا في منازلهم هلا من خلال جولتنا، جولتي لهم من منزل إلى آخر، يعانون من ظروف صعبة، لا كهرباء في المنازل، لا بنزين في السيارات. يعني ما بعرف، هنا نداء للمسؤولين يعني على الأقل التطلع إلى هذه المنطقة في هذه الفاجعة على الأقل. نعم بالفعل مزر، يعني بنكرر تعزينا لك وكل أهل عكار وكل اللبنانيين. شكرا لك استاذ شكري، يعني طلعت على الوضع اليوم يعني في عكار، وبحسب يعني زميلة مزر المرعبي يعني الوضع مزري، يعني كمان حتى كانت عكار بدأت تشعر بالأزمة الكبيرة اللي عم بعيشها اليوم لبنان قبل أشهر ما أنه نشعر فيها، يعني بالمناطق الثانية سواء في بيروت أو غير بيروت. ما كان يعني من المفترض أنه شوي اهتمام أكثر بعكار، خصوصا يعني بعد هيدي الكارثة التي حلت بهم، وخصوصا يعني نعرف شو الأسباب. يعني عندهم أزمة كتير كبيرة فيما يتعلق بالمحروقات. أول شيء أنا بحب أقدم تعزية لأهالي الضحايا. نعم. اثنين، مثل ما سمعنا اليوم بلشت عم تتحضر الهيئة العليا للإغاثة بعكار. نحن منا طالبين هيئة عليا للإغاثة بعد ما يصير يلي صار، واللي نحن اليوم صرنا عم نعيش بأنابل موقوتة بكل بيت، اللي خلتنا الدولة اللبنانية وصلتنا لهالمصير هيدا. نحن بحاجة لإغاثة شاملة كانت بلبنان من الأساس. اليوم نحن الهيئة العليا للإغاثة بصير الشيء بتطلع بتستنكر، بتنبش من وين بدها تجيب لهم تعويضات ومساعدات، اكيد مشكوره على شغلها اللي عم تعمله، بس نحن وين كانوا قبل ما وصلوا هالمحروقات وانحطت باماكن منا رسميه وشرعيه؟ نحن اليوم كصناعيين بنجي بنطلب من الدوله اللبنانيه رخصه تنطيل دخون على سطح او تنحط برميل تنر بقلب بنايه، بيركضوا علينا كل الوزارات، صحة وبيئة وعمل والقوى الأمنية والمحافظ، تيمضوا هيدي الورقة تتقدري تاخديها، وبتاخد معك البروسيدور سنين وأشهر، وبتضلك معك إياها بمهل معلقة تيعطوك رخصة نهائية. اليوم كيف وصلت ألاف اللترات عم تندفن تحت البيوت أو بالمخازن أو بالمعامل بأي حق؟ أول شيء وين رخصته هذا تقدر حطها هونيك؟ واثنين، وين الجهة اللي كانت عم بتراقب هالشيء هيدا؟ بس يبدو وكأنه منه شيء جديد يعني على هيدي المناطق هونيك، يعني المناطق الحدودية، وكأنه كانوا هن بالفعل يعني عم بيعيشوا من التهريب. هن عم بيعيشوا من التهريب، والمودعين عم يخسروا مصريتهم من وراء التهريب. ما اي معادله، نحن اثنين، نحن منا مجبورين بحدا. بس يمكن زادت اكثر هلا يعني مساله التخزين من ورا شو؟ والبنزين. من ورا شو؟ من ورا التفلت يلي صاير بقلب البلد. كل واحد اليوم بلش عم يعمل فيدراليته المقنعه، كل واحد اليوم بلش يسكر مناطقه، واليوم بلشنا نسمع من امبارح اتحاد بلديات ما منبيع بنزين الا لاولاد منطقتنا وبتطلع محطات بتحمل
اعلام معينه ووجهات معينه توجهات معينه معروفه كمان بتجي بتقول لك انا ما راح بيع الا لابناء بس يعني طائفتي او حزبي. هذا الشيء صار طبيعي نتيجه الوضع اللي عم نعيشه، يعني صار كمان بده يكون في اهتمام كل حدا بابناء منطقته، او هذا الشيء يعني الانتباه بيكون سابق مش ما بيكون لاحق. نحن معودين، مش من بعد ورا كرسي. نحن معودين بلبنان بتوقع الكرسي بعدين بنركض. ليه بدي اوقع الكرسي انا تاجي اركض؟ اليوم مثلا نجي على موضوع المستشفيات المتخصصه، حضره المستشفى مشكوره بطرابلس اليوم اللي عم تهتم. مستشفى السلام. مستشفى السلام بنوجه لهم كمان تحيه بهالظروف اللي موجودين فيها، اللي ما عندهم فيها مازوت، اللي ما في عندهم فيها بانسمون او اشياء لتضميد الجراح. انا اليوم قدم مستشفى هبة من الدولة التركية بصيدا وهو الأكبر بالشرق الأوسط، مستشفى الحروق، هذا المتخصص للحروق. طيب أنا لليوم بلاي بعده مسكر المستشفى. لا ركضنا نستنجد بتركيا، يعني ركضنا نستنجد بتركيا وهي معمرة لنا أصلا مستشفى بصيدا ديجا جاهز وخالص لمحصصات لإدارة معينة. فلان ما بده يسمي فلان على مجلس إدارته، وفلان ما بده يخلي التاني يستلم، وأنا هذا لازم يكون الحق لقلي أول واحد بقص الشريط. حبيبي هيدا هبة من الدولة التركية، أنت كل هيدا الموضوع شو بيخصك فيه؟ اليوم نحن بدنا يعني حتى الرئيس التركي وقت زار لبنان كمان راح على صيدا وافتتح هو للمستشفى، افتتح ووقف عن العمل. اليوم الإعلام التركي من الصبح بلش عم بيقول اليوم نحن قدمت الدولة التركية هبة إلى الدولة اللبنانية. ليلى اليوم بعد ما انفتح المكانات اللي موجودة والمعدات الموجودة بقلبه هيدي سدت، ليلى اليوم ما صار إلى استعمالها، يعني صار المستشفى غير جاهز غير مؤهل هلا حاليا. لو ترفض تركيا هلا حاليا مساعدة لبنان ما لازم نزعل منها، لأنه أصلا أكيد هي يعني عمرت مستشفى. يا مدام انت اول مره طلبتي مني مساعده وانا لبيتك، تجي بتاني مره عم تطلبي مني المساعده واخذتيها اول مره وانت كبيتيها تحت المدينه الرياضيه، برجع بقدر بعطيكي انا وحده تانية. اخذتي المساعده مني انا تتبني فيها طريق، تركتي الضيع بدون طرقات وبدون مجرير وبدون. انا اليوم ما بقى هالدول العالم اللي كانت عم تيجي تساعدنا عندنا ثقه فيها، وهذا اللي تبين عندها ثقه بدولتنا تقدر تعطيها. بعد هذه الكوارث اللي صارت سواء يعني انفجار المرفأ السنه الماضيه وهلا هيدا الانفجار، يعني ما مفروض يعني يبلش هالمستشفى بالفعل يعني يشتغل؟ هلا نحن اصلا مرئين بازمه كل مستشفيات لبنان، يعني على صعيد الادويه والمستلزمات الطبيه، وحاليا النقص في المازوت اللي هدد عده مستشفيات، يعني وفي مستشفيات سكرت. اي عالم اول شيء بيتهدد بيتهدد بالامن الصحي. اليوم نحن وصلنا إلى تهديد بالأمن الصحي. أنا المستشفيات منهارة، المستشفيات عم بتصارخ وتناشد. المستشفى الجامعة الأمريكية مبارحة ما عاد عنده مزود يقدر من يومين هو رايح نحو الإقفال، واتصالاتنا بمستشفيات كمان كتير كبيرة بالمنطقة رايحة نحو الإقفال. نائبة المستشفيات عم بتناشد، الكل عم بيناشدوا، ونحن اليوم بالنا إذا بيروح معنا 200 سيتيرن بيوصلوا معنا تنقدر نهربهم. أنت عم بتموت من وراء هالسيتيرن اليوم اللي حضرتك عم بتهربوا تتظاهروا إلى الدول المجاورة تتعامل فيه 100,000 أو 200,000، والدولة اللبنانية كلها سوا بكل أجهزتها غض النظر يعني عن اللي عم بيظهروا. مشكلتي التهريب أنا النتائج اللي عم بتصير هيدي واللي عم نشوفه أستاذ شكري، عم نكتشف إنه الدعم يعني ما عم بيكون للفقراء. هذا الدعم يبدو موجود صار للمحتكرين وللمهربين ولهؤلاء الأشخاص، يعني الفقراء ما استفادوا أبداً من هذا الدعم اللي كان موجود. اليوم الفقير كان لازم يتنظم له أمور كتير كبيرة قبل ما تعطيه حضرتك الدعم. اليوم الدعم هو عم بيروح من كيس المودعين، ما عم بيروح الدعم من كيس الدولة اللبنانية، لأنه هي كان عندها فائض أرباح اسم الله عليها، وعارفين كيف كانوا ينظموا الدولة كيف يشتغلوا. لو كانوا منظمينها ما احنا ما وصلنا الى الفشل الحالي، لو كانوا الموظفين اللي موجودين بالدوله اللبنانيه عارفين كيف يدوروا امورنا نحن ما كنا نحن وصلنا فيها بعد لليوم. نحن الدعم مطلوب اول شيء يرفع عن جميع السلع بلبنان. نحن تنقدر اول شيء نصلح حالنا. بما فيهم المحروقات. بما فيهم كل شيء. بدك تلحق تنكه البنزين. شو ما بده يصير السوق بيصلح نفسه. اخر نهار السوق بده يصلح حاله. اليوم حضرتك اذا مش قادره توصلي على تلفزيون لبنان على الشغل ما راح تجي، ثاني نهار بده يرجع على التلفزيون بده يقول لك صلح حاله. انما معاش هالموظف او حتى اللي ما عنده معاش يعني او يعني الاجراء يعني اللي معاشاتهم اصلا هي صغيره، كيف بدهم يعملوا يعني؟ كيف بدهم يرجعوا يدبروا حالهم بين بعضهم؟ 300,000 و400,000 بدهم يدبروا حالهم بين بعضهم وبين الجيران وبين الاهل مثل ما كنا نحن بالاول نحمل حالنا تننزل
على شغلنا على بيروت، كانوا يسالوا قبل بليله مين نازل على بيروت تناخدك معنا. بس هيدا منه الحال يعني، هيدا هو الحال. هو كان لازم يكون في عندنا نقل مشترك، اللي انترك لبنان اليوم بدون نقل المشترك، اللي بلد انصرف عليه مئات مليارات الدولارات، منا مبينه نحن لوين وين موجوده وكيف محموله، اللي اجى النقل المشترك سكه حديد بدون سكه، موظفين سكة الحديد بدون سكة، وموظفين القطاعات الخاصة اللي اجت طالبت بمبادرات فردية تعمل نقل مشترك ما بيخلوها تشتغل، لا بيعطوك رخص لنقل مشترك، لا بيسمحوا لك تنشئي خطوط سريعة على الاوتوسترادات تتقدر تعمل. اليوم انا بعرف كذا شخص ومنهم نحن حابين كنا نعمل اي مبادره لنقل المشترك. شركات يعني متطوره خارجيه اوروبيه كثير يعني كانت متحمسه تعمل انفستمنت بلبنان. انا نحو التوجه نحو البي او تي. هلا بعد في حدا متحمس؟ الكل متحمس للوضع. نحن اللي بلد شو، نحن بلد ما راح يقتلوا له شعبه ويموت، نحن شعب نطلع، نحن مثل طائر الفينيق. بس ناطر سياسيين شو بده يعمل، ناطر حكومتنا اذا بدها يعني خارج تاخذ هيدي المساعدات، اذا بدها يعني المجتمع الخارجي، المجتمع الدولي الاوروبي العربي كله عم بيراقبنا. المجتمع الدولي ما بقى بده يعطيكي اي مصاري للحكومه بحال كان في ممثله باحد الاحزاب بقلبه. اليوم نحن عم نرجع نحاصص من نفس المحل ومن نفس المواقع، عم نخلي البرواز ومنغير الصوره. اليوم ما في حدا بقى منو إشعنا نحن بلبنان كيف بأي طريقة نحن عم نتصرف. المحافظة على الوجود لأحزاب ضمن هيدي السلطة نحن عم بترجعنا لورا، ما راح تقربنا لقدام. نحن من وقت الحالي بتصريح مبارح بيقولوا أنه نحن فلتشكل أي حكومة وشو ما كان شكلها ولونها بس نقدر نخلص بتشكيل الحكومة. أي حكومة؟ ما نحن دجافي عنا حكومة لا بتملك لا شكل ولا لون، مع احترامي للأعضاء اللي موجودين بقلبها. أنا بدي أرجع عيد نفسي بنفس حكومة مثل اللي موجودة، أنا بدي حكومة إنقاذ، أنا بدي حكومة اليوم تفتح أبواب الخارج العتيدي. أنا بدون ما أفتح أبواب للخارج. اللي بدنا نحكم عليها من هلأ مش مفروض هي تكون هلأ حكومة الإنقاذ يعني؟ أكيد. حتى قال الرئيس مئاتي بالأمس أنه بحال نجح بتأليف هذه الحكومة فهو عم بيكون فدائي. ليه ما بدي يكون أنا في عندي بدل هيئة الإغاثة حكومة إغاثة؟ اليوم نحن ما بقى عم نعرف بلبنان مع مين نحن عم نتعاطى. مجلس أعلى للدفاع، لجان نيابية، مستشارين وزراء، طب كل هودي نحن لليوم بعد ما نحط وجهة إنقاذ وبأقله ممكن بالمحروقات. يعني عندنا كل هدول والشيء الأساسي اللي لازم يكون موجود معنا هو معنا اللي مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرارات. يعني قدي قلنا 100%. نحن اليوم بدك أول شيء مثل ما قلنا بكذا حلقة سابقة بدنا وزراء أخصائيين، ما بقى نحن بحاجة لوزراء تجي ترقع مراحل انتقالية يكون من الخبرة كمان، من الخبرة مش بس من الخبرة، مش من حملة الشهادات بس على الحل اليوم ومنه شاغل على الأرض. أي شركة عالمية بتنضار بأي طريقة اليوم، شركات ناجحة فيها مئات ألاف الموظفين، ما بتروحي بتجيبي أنت واحد من حيالة اختصاص أو بتحطيه زلمة مخرج من الجامعة جديد بتروحي بتسلميه أرضية إلى مؤسسة عم تشتغل بمليارات. اليوم نحن عنا لبنانيين بشتى الاختصاصات ومن أنجح العالم، من أنجح الأشخاص بكل دول العالم. أنا هودي اللبنانيين لا ما بدي استفيد من خبراتهم، لا بدي أتركه أنا مهجر أو منفي. اليوم نحن بلشنا نسير بحالة نفي. الحالة الاقتصادية اليوم اللي أنا عم بيوصلوني عليها بلبنان عم تنفيني خارج، ما بس عم بتهجرني أنا، هيدا اللي هني بدهن إياه. يعني هل أنا أنسى؟ شكري كله عم بيهاجر، كله عم بفل. حتى يعني فتحنا من شوي موضوع المستشفى الحروق بصيدا، سمعت رئيس بلدية صيدا كان عم بقول حتى إنه هلا هي ماشي بخصوص موضوع الكورونا، عم بهونيك عم بيكون في تلقيح يعني بموضوع الكورونا، إنما عم بيقول ما في أطباء. ما نحن إذا بدها تبلش هيدي المستشفى تشتغل ما بدك أطباء اختصاصيين كمان بهذا المجال، ومش منهم يعني ما في كله. كيف وصلت كله أنا اليوم الأطباء إلى المغادرة من الأراضي اللبنانية؟ كيف سمحت لهم أنا لهالأشخاص اللي كان هني اتكالنا نحن عليهم بهذا البلد إلى الهجرة؟ كل شيء ما عم يندرس سيدتي. المبادرة اللبنانية، المبادرة العراقية بالنفط مقابل خدمات لبنانية، أنا شو فيني أقدم له خدمات؟ حضرتك ما اصطدمت بكلام المسؤولين العراقيين إنه العرقة اللي أتت من الجانب اللبناني؟ أكيد بدها تجي من الجانب اللبناني. اليوم أنا في عندي مشكلة كتير كبيرة، شو قادر أقدم له أنا أول شيء للعراق؟ شو بدهم بعض المسؤولين اللبنانيين؟ يعني ليه هالعرقة اللي ما شافوا لوين الشعب اللبناني وصل؟ ستنا بغض النظر إذا النفط العراقي كنا قادرين نستعمله اليوم أو ما بيستعمل اليوم. مشكورين على المبادرة. أنا في عندي المشكلة كتير كبير، أنا بدي أسأل الدولة اللبنانية شو بدي أقدم لها للعراق
للدولة العراقية مقابل هيدا النفط. الحل الوحيد كان أن أقدم خدمات صحية. أنا اليوم العراقي اللي موجود بلبنان جاي يتحكم كان عم بيفوت لي فريش ماني، عم بينقذ المستشفى من وضع معين موجودة هي فيه بهالمصريات اللي كان عم يدفعها. اليوم الدولة اللبنانية منا قبلاني، المستشفى المستشفيات اللبنانية مش قبلاني تتقاضى من وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة اليوم ما عم تدفع لها مصرياتها. أنا عم روح للفريش ماني اللي كان هو عم يوصلها وعم يعمل لها نتفة صغيرة من حملة الإنقاذ تتقدر هي تكفي. كيف أنا اليوم كان مستشفى يعني كان مستشفى، مستشفى الشرق الأوسط. نعم. أنا عم بحوله اليوم كل يوم كل يوم من أصدقائنا الأطباء بلبنان واحد بتلفن عم بيودعنا يومية يومية. طب أنا مين بده يبقى فيه لهيدا البلد؟ إذا هن حبوا يحكموا ويكفوا مين بده يحكمهم؟ خصوصاً أنه ما عم نخلص من الكوارث، يعني كل شيء عم نعيشه واللي عم بصير من انفجار المرفأ لهلأ أو غير كتير أزمات، ما بدك في ناس تكون موجود في مستشفيات تستقبله الكوارث. نحن كان لازم يكون نحن محضرين مسبقاً، ما منحضر لها لاحقاً. اليوم الشخص إذا عرفتيه وشخصتيه بمرض معين ما بتتركيه أنت في شيء اسمه هيئة إدارة الكوارث. هيئة إدارة الكوارث اليوم أنا بدي أسألهم، اليوم نحن من هالمنبر وين من نحن بشهر آب حضروا لشتوية جاية؟ حدا نزل منهم شاف إذا هيدي المصافي رح تقدر تحمل مية الشتوية أو لا؟ جهزوا الإطفائيات للحرايق للحرايق. اليوم شفنا نحن عكار كانت عم تحترق عكار، وكانوا هن بذات الوقت ملهيين عم بيبعتوا الإطفائيات تترش المتظاهرين بقلب بيروت. فينا نحن نكرس جهودنا. هيدا المتظاهر لو حضرتك كنت عم بتدير بلد بطريقة منيحة ما كان هو عم بيتظاهر بقلب بيروت، ولا كان بدك إطفائية. كانت الإطفائية موجودة اليوم بعكار عم بتطفي. ما كنا عم نسمع نحن صرخة الدفاع المدني بسنين طويلة تركينهم بدون أي تثبيت، ومش عارف حاله هذا الزلمة إذا بيقدر يكفي أو لا. واليوم الصرخة الثانية المعاش اللي صار يقبضه هو ما بقى قادر يكفي تيوصل فيه على شغله. هودي نحن اليوم ما حدا عم ينظر لهم. وين المبادرات؟ إن كان في عنا نحن مبادرات فردية، المبادرات كمان واقفة. صارت المبادرات بشكل كتير صغير عم نقدر نعملها. الانجيويات تعبت منا، دول العالم تعبت منا ومن مشاكلنا ومن خلافاتنا. لذلك الأولوية هلأ حالياً بدنا حكومة ترجع تنفتح، لحكومة تعرف تشتغل وعلى الدول العربية نحو الدول الغربية يعني والعربية للإنقاذ للوضع. في حل اليوم شريعة كتير كبيرة اليوم، بس بدنا قرار. يعني بدك حكومة، بنرجع لموضوع الحكومة. أكيد اليوم الحكومة، ونحن متأمنين أنه خلال هاليومين مثل ما بلشت البوادر عم بتقول أنه صار في حل حلي بالأسماء، واليوم صارت الحقائب تقريباً وزعت والأسماء هي اليوم اللي ناطرة تنزل، صارت جوجة الأسماء. ما عند هن بالأسماء بتشعر أنه ما في مشكلة أبداً، فوراً الأسماء بتنزل، إنما التوزيع والحقائب الأساسية والمداورة كله هذا مشي حاله. يعني اليوم هلأنين نحن مثل ما بيّن عنا أنه صار في عنا حل حلي ضمن الملف الحكومي، بعتقد هي لأنقاذهم. هلأ اليوم الرئيس مئاتي مفروض يكون عنده كمان لقاء اليوم بقصب عبده بعد الظهر. اليوم اليوم رح ينطرح أسماء، وأنا مثل ما نحن عم نقدر نشوفها بالإعلام أو بالأشخاص اللي موجودين عم يقدروا يوصلونا أفكار اللي عم بتصير ضمن الجوجلة، هي أنه نحن خلال يومين أو ثلاثة رح بيكون في عنا من الله غاد حكومة. يعني بس نحن هيدي الحكومة نحن عطونا خلق من التفاصيل، بيكون في شيء تفصيل هلأ يوقف عليه الشيطان يكمل في التفاصيل، مش قادرين نحن إن شاء الله ما بيكون في تفاصيل لكن بهيدي الحكومة. رح أكمل معك بهيدا الحوار. أستاذ شكري مكرزل، محطة إعلانية ورتبة. نتابع حوارنا مع الناشط السياسي المهندس شكري مكرزل. استاذ شكري، كنا يعني فتحنا بموضوع الحكومه، وحضرتك ذكرت انه حل حالي ويبدو انه الاجواء ايجابيه يعني من اجل ولاده هيدي الحكومه، واستبعدت يعني انه توقعت ولد هيدي الاسبوع تقريبا، يعني عم تقول يومين او ثلاثه. مثل ما هي الاجواء هيك رايحه، نحن عم نقدر نشوفها انه بلشت الحل حالي. هلا ني حل حالي شو رح يتبعها؟ مثل ما كنت حضرتك كمان قبل شوي عم بتقولي اي وحده بالتفاصيل. نعم. الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن بنتامل من الحكومه تولد، بس ما بدنا حكومه نحن اليوم على شاكله الحكومات السابقه. نحن بدنا اياها حكومه انقاذ، حكومه تفتح الابواب نحو الاتصالات الدوليه لمعالجه الازمه اللبنانيه، لانه نحن لبنان بلد بنعرف انه
منه بلد فالت وحده، كل اعين العالم عليه، كل الاستثمارات اليوم بالعالم عم ترجع تقدر تنبش على بلد يكون صله وصل بين الشرق والغرب، ونحن محط انظار لهم. نتأمل نحن بهالحكومه تولد، بس كمان نحن بذات الوقت الحكومه اليوم في عندها على الارض انجازات كثير لازم تحققها. شو الاولويات؟ اول شيء لازم تبلش فيه الاولويات هي انتخابات نيابيه تنقدر نحن نبدل الطقم الحاكم. يبلشوا مهامهم يعني باعداد قانون انتخاب جديد؟ قانون انتخاب جديد ما بعتقد نحن بقى الوقت بيسمح، نحن بنتمنى بس الوقت ما بيسمح. هلا القانون اللي حصلت على اساسه الانتخابات الماضيه كان بيتطلب بده شويه تعديلات، ممكن يعني تصلح هذه الشغله؟ ممكن اذا اجتمع مجلس النواب يقدر يروح فيها الى تعديل بهذا القانون، ونحن زياده صوت تفضيلي ثاني او الى ما هنالك من هيدا. بس انا في عندي لفتت نظر صغيره ضمن موضوع الانتخابات اليوم، الانتخابات عم يحكى رح بتكون ب 26 اذار. نحن معودين عليها بايار وبعد ايار كمان. نعم. طيب ليه نحن اليوم بكرنا الانتخابات النيابية؟ أنا هون في عندي سؤال. ليه برأيك؟ لازم يكون في الانتخابات الفرنسية على طول نحن مرتبطين بغيرنا، الانتخابات الفرنسية هي بشهر حزيران. الانتخابات الرئاسية الفرنسية هي بشهر حزيران، ونحن بنعرف جدا أنه فرنسا عم تتابع الملف اللبناني، وكانت عم تدعي إلى انتخابات نيابية مبكرة بلبنان، وكانت الدولة الفرنسية صديقة حاطة عينها أنه نحن اليوم الثورة ممكن تنتج أشخاص جداد يفوتوا إلى البرلمان، من هونيك نحن ببلش التغيير. اليوم أنا أبكروا لنا الانتخابات النيابية بلبنان وأصبحت ب 26 أدار، بوقت الدولة الفرنسية رح بتكون ملهية بالانتخابات بالانتخابات كمان طبعا. بأيار بتكون ملهية بالانتخابات، بيكونوا بلشوا يخلصوا، بيكون بلشت عربت الأصوات. اليوم الانتخابات هن عندهم إياها بأفريل بشهر. انت ليه عم بتسيء الظن يعني هيك بما لانه هن عودونا نحن نسيء الظن فيهم، لانه نحن خلال هال 30 سنه اللي عاشرناهم بلبنان ولا مره عملوا شيء منيح. الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه بفرنسا ما حدا حيتابع يعني الوضع اللبناني من هيك انه مختلفين على وزاره يعني الداخليه بلبنان، واليوم لا. بلشت تروح الحلول بوزاره الداخليه اليوم هيدي الجبنه بعدهم الأحزاب. لمين حسمت طيب هيدي الوزارة؟ ما هيدي كان كل الخلافات هلا حاليا على وزارة الداخلية. رح ننطر هاليومين تنشوف، يمكن ترجع تكون هي الحلقة المفرغة اللي رح نرجع نفوت فيها وما نعود نقدر نخلص منها بلبنان. على أمل ذلك بهيدا الوقت نحن منطالب بمجلس وزراء للإغاثة، مش بس هيئة عليا للإغاثة، بدنا إغاثة لبنان. من وين ولا وين بدنا نبلش؟ إذا عندك يعني كل شيء في أنواع أزمات عم نعيشها، ما في حدا بيقدر يشتغل وحده، ما حدا بينجح وحده. النجاح هو عمل جماعي والفشل هو عمل جماعي. اثنيناتهم هودي نحن لازم نبلش كلنا سوا إيد بإيد تنقدر نرجع نبني. البناء بلبنان ما بعمره كان متكل على الدولة اللبنانية. نحن لو اتكلنا على الدولة اللبنانية ما كان عندنا مستشفى. وهذا اللي مبين اليوم. بهبة عمروا المستشفى وما كملوا. نحن لو اتكلنا على الدولة اللبنانية ما كان في عنا مدرسة. وأنا بسأل من هون أغلبية التلاميذ بلبنان وين محطوطين؟ بمدارس خاصة أو بمدارس رسمية؟ بس هلأ صار في نزوح جماعي على المدارس الرسمية، بعد في حدا للمدارس الرسمية اليوم وأهلي أكيد اليوم 80% من العالم ل 90% بعد أولادها بالمدارس الخاصة. اليوم نحن عم نتقاضى الأقساط هلا جاي السنة الجاية لنشوف كمان شو الوضع. ما هو ما غيروا إذا كان في مدارس كمان ما غيروا مرسوم 53 قانون 53 اللي بيقتضي لدفع الأقساط على السعر الرسمي للدولار اللي هو على ال 1500، وتتقاضى الاقساط بدون اي زيادات عن سنه 2017 و2018. يعني اليوم الاقساط بالمدارس الخاصه رح تبقى مثل ما هي، ما بعتقد في حدا من اللبنانيين رح يشيلوا ابنه من المدرسه الخاصه اليوم. طيب هي كمان قصه الشكل، مش بس قصه يعني مدرسه، ما عندك كمان وسائل يعني النقل، المواصلات كمان، ما هيدي عندك ازمه، عندك ازمه بنزين، ازمه مازوت، كيف بده يوصل يعني بده يكون في لا رح يكون في صدمة بفتكر ببداية العام الدراسي. أنا مثل ما أني شايفه رح بيضلنا كل العام الدراسي ولو بأول جزء منه قبل ما تبلش حلحلة للأمور، وبحال عرفوا شو بدهم يعملوا وإجوا أخصائيين شيلونا أونلاين وعملوا لنا أنقاذ. أنا بشوفه أونلاين في كهرباء لحتى موتور اشتراكات ما عاد فيه، ونحن هيدا اليوم اللي عم نحكي كنا مع جامعاتنا
اليوم انا كرب عائله اول شيء مبسوط جدا انه بدي ادفع قسط التلميذ على 1500. نعم. بس انا كرب عائله اليوم بعدني قادر اقعد حده لابني وعلمه وهو كبر سنه. اليوم في عنا كثير اهالي منهم قادرين يواكبوا اولادهم بالتعليم، منه قادر يجيب له استاذ على بيته، استاذ خاص، ولا قادر اليوم يبعته على المدرسة مش بس كرمال أن نقله المشترك. اليوم الولد بكلفك تيابه وأكله، ما ممكن تعيشيه ببيئة مغيرة عن بيئته، هودي كلفتهم جدا عالية اليوم. طبعا ليش حتى الكتب والقرطاسية وكل هذه الأمور، يعني كان في صدمات بهيدا. خليني أنا أخذ هيدا الشق تلاقي له حلول، ومشكورة المبادرات الأوروبية والجملاج اللي عم ينعمل مع مدارس خاصة من برا. ايه بس هي المشكلة مش مع كل المدارس بلبنان، مش يعني مع كل المدارس، جزء من هيدا. بس أنا عندي الشق الكتير كبير واللي هو كله مثل بعضه شق الأستاذ، إن كان مدرسة أو جامعة. هيدا الأستاذ اليوم بعده عم يتقاضى معاشه على 1500 ليرة. كيف ممكن هيدا الأستاذ يدفع قصة ابنه بالمدرسة الخاصة؟ كيف ممكن هيدا الأستاذ، شو هي الأولوية لإله؟ اليوم يعيش هيدا الولد ويطعميه أو يبعته ويعلمه. هون كمان رجعنا حتى الموضوع الصحي، إلى موضوع الصحة والكورونا كمان، يعني هيدا كل دول العالم اليوم حلته. نحن عنا المشكلة اللي كتير كبيرة هي مشكلة اقتصادية بحت لحل هيدا الموضوع. اليوم المبادرات اللي صارت إن كان من الدولة اللبنانية بتأمين الفاكسان، أو كان من المؤسسات الخاصة، أو كان المدارس اللي اشترت ولقحت كل الأساتذة تبعها، واليوم بلشت الجامعات بدور عم تلقح تلاميذ وراهم ولو أعمارهم صغيرة. هيدا حل الحل المشكلة اللي كتير كبيرة هي اليوم كيف ممكن هالأستاذ يوصل على المدرسة ومش مأمنتي له نقل مشترك أو منك مأمنتي له بنزين؟ كيف ممكن هالتلميذ يعني يرجع يجي اثنين؟ اليوم قطعت التيار الكهربائي بالبيوت، نحن بسنة 2021 بعدنا عم نحكي بقطعة كهرباء، وبعدهم هني بحاصصوا على وزارة الطاقة. قطعة الكهرباء اليوم بلبنان مش بس رح بيكون عندها عواقب على التلميذ، قطعة الكهرباء اليوم في ناس عايشة على الأكسجين طبعا بالمستشفى، نحن عم نوقف لهم إيه؟ نعم. الحركة السياحية اليوم بلبنان عم تتوقف بعد الساعة 12 بالليل، لأنه اللي عنده شقته بثامن طابق عم ينبش يوصل بالأسانسير قبل ما تكون على الجدول. اليوم قطع التيار الكهربائي عم بيزيد حالات التسمم اليوم بلبنان، البرادات عم ينتزع الأكل بقلبها، ومش كل العالم عندها خبرة وبتعرف إذا هيدا الأكل بيضر أو لا. اليوم نحن عم نقتل شعبنا بإيدنا، الدولة اللبنانية عم تقتل الشعب اللبناني بإيدها، مش بس بانفجار المرفأ، ولا بس بانفجار عكار، ولا بالحريق. نحن اليوم عم نتعرض لإبادة جماعية يومية. نعم. مرضى السرطان اليوم نحن شو منقول له؟ والمعاش هيدي المأساة ببيته ما بيعرفها شو هي. اليوم عم بيقولوا بده يزيد الوفيات بلبنان بمرضى السرطان من 7000 ل 21000 مواطن لبناني السنة رح بيموتوا لشح الأدوية. نعم. اليوم نحن عم نجي نقول لأصحابنا جيب لي معك دواء ضغط من تركيا أو من مصر أو من أي بلد واصل عليه عم تقدر تأمن، بس دواء السرطان اليوم من أصل 800 دواء عندنا 640 دواء مفقود. كيف أنا بدي كمل وأدوية السرطان تتعاطى من دولة لدولة؟ ما بيعطيك إياها من فرد لفرد، ما بيقدر يوصل على حيالة فرمشية برا يقول له أعطيني دواء لسرطان. طبعا وين حلوها لليوم؟ وقفوا الجلسات الأغلبية، جلسات الشيميو والراديو بأغلبية المستشفيات بطلتي، ورايحين على مرضى الدياليز، مرضى الكلي كمان. نعم. على نفس الوضع. هودي مين بيعود لنا إياهن؟ هيدا من ناشد المجتمع الدولي كله سوا يتخذ أي إجراءات لإبعاد هالمجزرة الجماعية اللي عم يرتكبوها فينا. أنا بالنسبة لي يعني عم بتكون في مساعدات، يعني طبعا الدول مشكورة اللي عم بتساعد لبنان، عم بيكون في مساعدات، إنما هل هي كافية برأيك؟ يعني بدك حل داخلي.
قبل ما يكون في مساعدات للمساعدات كلها سوا. إذا ما أجت على الـ NGOات واللي هي مشكورة عم بتقوم بالمبادرات الفردية تبعها، ما وصلت للمؤسسات من الصليب الأحمر أو الجيش اللبناني. نحن مقتنعين أنه الدولة اللبنانية عم تقدر توزعها. وتأتيك أيضا مشكلة فتح الاعتمادات للخارج ومسألة الدولار وكم سعر للدولار، وهلأ كمان موضوع رفع الدعم عن المحروقات. كيف شفتوا لهذا القرار؟ تؤيد هذا القرار اللي اتخذوه حاكم مصرف لبنان رياض سلامي؟ وكيف جوبها أيضا يعني من باقي الأفريقا التي رفضت يعني هذا القرار؟ أنا مع رفع الدعم، اللي حابب هو يتبرع بيتبرع من كيسه، ونحن بنعرف مين الأشخاص اللي قادرين نحن نتبرع له. اليوم أنا عم بتروح المصاري تبع الدعم من أموال المودعين اللي موجودة بالبنوك، لو أنا من مال الدولة اللبنانية وهي عندها بحبوحة تتبرع قد ما بدها وتعمل دعم قد ما بدها ومشكورة بنكون وكلنا سوا بنزقف له. بس اليوم أنت ما عم تتبرع على الدولة اللبنانية من كيس الخاص، اليوم الدولة اللبنانية عم تتبرع من كيس المودعين. أنا اليوم حقي كمودع أنا بالدولة اللبنانية طالب بمصرياتي، وأنا بعرف كيف بدي رد. كمان كيف يعني في مطالبات لحاكم مصرف لبنان بإلغاء هذا القرار؟ اليوم القرار لازم يتخذ، وبعتقد حاكم مصرف لبنان بالوقت الحالي ما رح بقى يوقف عنه. اليوم المحطات البنزين خلص قرار نهائي يعني لمصرف لبنان، محطات البنزين مثل ما 100% انا بعتقد. نعم. لانه اخذوا قرار اصحاب محطات البنزين يفضوا ستوكات اللي موجوده بقلب محطاتهم. هيدي ستوكات كانت بعدها عم تنترك لاخر دقيقه لموتورات الكهرباء اللي موجوده بالحي، كانت عم تترك للمستشفيات اللي موجوده بقلب المناطق وبالاريا، لكن حكيم عم بيروحوا على 3900. اي شيء جديد بده يكون قد رفع الدعم بشكل نهائي. بالصبح اخذنا عدد كبير من الاتصالات بيقول لك انا رح فضي اليوم، فضي مخزوني من البنزين اللي موجود ورح فك العدادات وانا ما بقى رح اشتغل. طيب انا اليوم بسال هالدوله اللبنانيه، هالزلمه اللي اجى عمل انفستيسمون او استثمار بملايين الدولارات تنشا محطه بنزين ومرهوني اليوم يمكن بعدها للبنوك وللمصارف، هيدا كيف ممكن الزلمه يرجع الدوله اللبنانيه تيجي تعوض له اليوم؟ على طول نحن بدنا ناخذ منظار واحد ونتطلع فيه. ما فئت الدوله اللبنانيه انه جبرت هذا القرار، ترى ما انه اذا رفع الدعم يعني انه المشكله اكثر على المواطنين، على المواطن اللبناني. المشكله على المواطن اللبناني، بس احنا اليوم الدوله اللبنانيه هي بدها تراقب السعر اللي بده ينحط للبنزين، ما راح يكون سعر متفلت ولو فلت الدعم. لا هو منه مرتبط عالميا باسعار بالسعر اسعار العالمي. عالميه، بس حضرتك مش حتدفعي بالليره، بدك تدفعي بالليره اللبنانيه بقلب لبنان. على اي سعر صرف اليوم هن بيقدروا يعتمدوا فيه الدوله اللبنانيه؟ نحن من هون من طالب تحدد لنا سعر الصرف 1500 3900 12000 او مثل ما هو عم ينباع بالاسواق بالسوق السوداء. هون في جدل يعني حول هذا الموضوع، حول هذا الموضوع. ما ممكن يحملوا صاحب المحطه اليوم، ضحى صاحب هال محطة شهر واثنين وثلاثة باللي موجودين منهم مشكورين، ومنهم 75 محطة ما بعرف كانوا عم بهربوا البنزين وطلعت أساميهم بالخط العريض وبليلة ما فيها ضوء قمر رجعوا فتحوا كلهم سوا أبوابها بدون ما ينختموا من الشمع الأحمر. أنا مع تاخذ القضاء مجراه، بس يكون على القليل في تحقيق بالموضوع، مش يرجعوا يتابعوا عملهم تاني نهار. 75 محطة أكفلوا تاني نهار بنشوفهم كلهم سوا رجعين فتحين وعارفين أنه هن السيترنات، هيك كل وسائل الإعلام حطتها. طب ليه أنا اليوم وين القضاء؟ ليه لليوم ما حدا رجع فتح تحقيق ب 75 محطة؟ بدك تقولي لي حضرتك في عندنا 2000 أكثر من 2500 محطة نحن بلبنان، كل هالمحطات بدهم يتراقبوا. طيب أنا لا بدي راقب حدود ولا بدي راقب محطات ولا بدي راقب سيترنات عم تقطع عن الأوتوسترادات تروح. مش موجودة العدة، مش أي موجودة. أي عدة؟ طب أنا عندي 136 ألف موظف بالدولة اللبنانية، إذا هول 136 ألف منهم ناويين يراقبوا، طيب شو بيشتغلوا هودي؟ ما حدا يفسر لي أنا اليوم شو بيعملوا. بتروحي تدفعي ورقه بالمليه ما بتخلص بسنه. خلص وقتها تقريبا استاذ شكري. اذا رفع الدعم طوابير الزل رح خلص بتختفي ام رح تبقى موجوده كمان؟ هن كان في عندهم حلول صغيره يعني كمان في يمكن يبلشوها قبل رفع الدعم. اليوم انا بقدر بشوف على محطات البنزين كل ما بتقطعي الناس بعدها عم تعبي ب 10000 و7000 ليره، هالقد بتسع سيارتها. اليوم اذا بيعملوا محطات البنزين مثل ما اقترحنا عليهم قبل مينيموم شارج، على اول شغله بتكون خفوا النص. اليوم بتحط انا مينيموم شارج هي تانكة بنزين عبيته 7000 دفع حق التانكة، هودي اول ناس بيكونوا بلشوا. نعم. في حلول كثير وحلول صغيره كنا. نعم. قادرين نحن نحلها بسنين الحرب، كانت موجوده هيدي الحلول، كان في بطاقتها تروحي تعبي عليها لترات، نحن الله لا يجربنا ولا نرجع نوصل عليها. بس انا اليوم اذا ما بدي اعمل شيء ناطر انا الى تاليف حكومي، كل هودي سوا الجماعه اللي هن عم يشتغلوا اليوم بهيدي الملفات ما بدهم يكفوا فيها ولا حابين يقولوا لك خطه انقاذ، ساعتها نحن بدنا اكيد هيئه عليا للاغاثه، لانه كلنا سوا من هذا المطرح رح نروح
ميتين، شوفوا مين بده يجي يبكي علينا باخر نهار. شكرا لك استاذ شكري مكرزل الناشط السياسي، شكرا لوجودك معنا، ان شاء الله بحلقات مقبله بنكون اكثر تفاؤل، بكون في حكومه تبلش يعني ايجاد الحلول. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، والى اللقاء.